عجبتني شمخ. طلعت في القلدة. حورية. صابون خلاص خلاص لا صابون لا قهوه لا سكر. انا وجدت لك الطين والفحم باش تهبط الفيسبوك. ما من حاجه قال لي ما ولا ما يتبعلوش ما يتبعلوش.
فينا الفحم؟ الفحم وبابا وش يقول؟ بلينا احطب 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 الفحم افحم. Thank you.
راح يجيب المال. جاتي غزيدة راح يغسلهم. جاتي غزيدة إيجاد سياسة جديدة تضمن مصالح الجزائر العليا، وكذلك تأخذ بعين الاعتبار مصالح الناس اللي هما يتعاونوا معنا. لكن لحد الساعة لم نحصل على نتيجة، وأقصد الآن وأقصد بهذا المعركة القائمة في حرية البترول. هذه المعركة اللي كانت بدأت بالمفاوضات بين الجزائر وفرنسا منذ سنة، وانتشرت حتى صبحت معركة عالمية، معركة عالمية بين البلدان المنتجة لهذه المواد، بين البلدان المالكة لهذه الخيرات، بين البلدان المالكة الشرعية لهذه الثروات، وبين الشركات الاحتكارية في العالم. هذه المعركة مثل ما سماها البعض معركة البترول لم تنتهي بعد، لم تنتهي بعد، وخصوصا إذا كان تكلمنا عن الجزائر وعلى الشركات الفرنسية. لم تنتهي بعد لأن هناك خلاف جوهري، لأن هناك خلاف أساسي بين موقف الجزائر وبين موقف الشركات الفرنسية. موقف الجزائر اللي هو معروف واللي هو كل مواطن ومواطنة، لأن نجاح الثورة الجزائرية، نجاح الثورة الجزائرية في معركته البنائية سيكون له أثر، سيكون له أثر على إفريقيا، سيكون له أثر على دول العالم الثالث، لأن القارة الإفريقية، هذه القارة المستغلة، هذه القارة اللي ما زالت الثروات نتاعها والخيرات نتاعها مستغلة من طرف الاحتكارات، مستغلة من طرف الاحتكارات والرأس مال العالمي. هذه القارة اليوم بحاجة إلى إثبات الدليل، إقامة الدليل على أن دول صغيرة أو دولة صغيرة مثل الجزائر أو غيرها قادرة باش ترتفع إلى مصاف الدول المتقدمة، إلى مصاف الدول المتحررة. دول العالم الثالث كذلك بحاجة ماسة إلى أمثلة ناجحة، إلى أدلة قوية لكي تستعيد الثقة في نفسها، لكي تسترجع الثقة في نفسها وتستمر في الكفاح، الكفاح من أجل القضاء على الاستغلال. لأن اليوم حقا الاستعمار المباشر مشى، وعطالي دول العالم الثالث الحرية والاستقلال والسيادة، لكن هناك استعمار خفي، هناك استعمار خفي في الميدان الثقافي، في الميدان نتاع الأجهزة النظامية، وخصوصا في الميدان الاقتصادي. فلهذا نجد أن هذه الدول ما زالت تسير من فقر إلى فقر.
السلام عليكم. وعليكم السلام. قبل قصر أصاحبي كترت ماشي هذه المرة الأولى ولا الثانية اللي راني نغمض عينيا. أنا لازم نعيش بصح ما سرحوا لك إلا باش تقطع الشجر الميتين. أنا في سس الطبيعة ما نكسر غير زدون مسوسين. أنا نحب الغابة ونضفها. راني نقول لك التسريح متاعك معمول إلى الشجر الميتين. ميتين ميتة. خلتني أعيش الحب وياك ألف حب. أنت خلتني أعيش الحب وياك ألف حب. أنت خلتني أعيش الحب وياك ألف حب. كل نظرة إليك بحبك بحبك من جديد من جديد وافضل احبك. انت خلتني اعيش الحب وياك الف حب. انت خلتني اعيش الحب وياك الف حب. كل نظرة إليك بحبك 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 من جديد من جديد وأفضل أحبك من جديد وأفضل أحبك من جديد وأفضل أحبك. حبيت بعنيك الدنيا كل الدنيا. انا حبيت بعنيك الدنيا كل الدنيا. انا حبيت بعنيك الدنيا كل الدنيا حتى Thank you.
بلد نساء جا وحدهم. سبتم الحكومة هذول على شحال من حاجة، بالخصوص على ديك لوزين جديدة اللي بنوها في الفيلاج. طلبوا مني ولا نحب نخدم. خدمي هم خلالك وقت باش تعمرهم. هذا ما جبت بعد شكالة واحدة. ايش قايل الخرين؟ حمي تروح بيهم تولول بركة صاحبك مسخر. ما راح كيف هذا ما راح ليه؟ حرمنا وإحنا طول العام من كل شيء واليوم تقول لي ما راح لك. ايش؟ ليش هذا نسكت؟ ما نسكت؟ قلت لك شكتي. وعلاه نسكت وعلاه؟ اشكتي؟ ما نسكتش. مليت من السكوت، مليت من الصلاة، مليت من البلوط والفحم الزهق. كي ولات هكذا انا نروح عند يما، ولا رد عليا الحال نروح نخرج نخدم على ولادي، وانت موت مع الفحم نتاعك. كنت ثاني شكون؟ ايه جو مالها المرأة رايحة تخدم. تضحكوا المرأة مديورة للدار باش تقابل ولادها وتقابل راجلها، فهمتوا؟ والمعامل اللي رميت تبنوه في القطر الجزائري، مصانع، مدرسة، مستشفيات، لمن هذوك؟ وصورة زراعية اللي راهي دايرة ما على بالكمش بيها، راهي توزعها باليامات للحكومة تمد لكم تعاونكم تراكتورات والدراهم. أسي قدوس سلام، قالوا لي بلي راك رايح تتبرع بشي قطارات. معلوم أنا كما كل جزائري، حكومتنا وعزيزة علينا، أما عندي واحد زوج قطارات في الجبل هي نعطيهم لهم. ايوا صار هذوك زوج قطارات لي في الجبال، واش من غلا رايحين يمدوا ياكل حجر. ايوا انا واش عندي؟ عندي 500 قطار. انا يا اخي ماذا بيا الحكومه تاعي لو كان زدني حتى 1000 قطار. وعلى بالك انا عندي خدامين وعندي ايه عندك ثلاثه خمسه. انا جوزه رايحه تخدم. بركانه من هذه الهدره هذه. اسمع يا بالقاسم، ما تصنت لهم شو شام يهدروا. احنا بكري كانت المرأة غير تبين وجهها برك تتلق قدام الجماعة وباباها راضي بهذا الشيء، فهمت؟ واحنا عندنا نيف مش لغم. يلا ابقوا على خير الجماعة، على خير السي قدود، على خير بالقاسم، على خير الجماعة. هيا بسلامة السي قدود. بسلامة السي قدود. على حياتك قلب هاد. على حياتك بسلامة. هو اللي بغى لتحت في المرجع يشرحها. لاها اسمع يا بالقاسم، كاش ما يخصك غير روح شوفني، فهمت؟ بصح انت هلا كما وصيتك النيف والشلاغم رد بالك. قال خير سلامة تربح. Thank you.
نظن ما تخوفناش بعد التجارب اللي وقعت في جهة أخرى، لأن كل بلاد والأوضاع انتهى، كل بلد له الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي تاعو. إذا كانت التعاونيات ما نجحتش في جهة أخرى، ماهوش معنى هذا أن التعاونيات تفشل في الجزائر. الأوضاع تختلف من بلد إلى بلد. في بلدان أخرى كذلك قامت حاولت باش تقوم بحروب تحرير ولكن فشلت. لكن في الجزائر، الجزائر قامت بحرب تحرير مثلا وانتصرت بحد السلاح، وهذا له وزنه، عنده وزن كبير لما نعمل تحليل نتاع مجتمع والعقلية نتاع الموجودة عند المواطنين. لأن حرب التحرير نفسها خلقت ثورة وتغيير في المجتمع الجزائري، في المجتمع الجزائري، والمجتمع الجزائري اليوم مستعد باش يواجه كل التجارب حقيقة. فيه عادات وفيه تقاليد وفيه ناس يحبوا الأرض ومرتبطين بالأرض هذا صحيح. لكن اللي أهم من هذا، وما نظنش أي واحد منكم يقدر يقول العكس، الجزائري اليوم الشيء اللي يطلبه هو حياة كريمة، حياة شريفة، يعني يحصل على لقمة الخبز نتاعو، سواء يخدم الأرض والله يخدم في المعمل والله يخدم في إدارة. هذا هو اليوم اللي راه العقلية اللي راه يتمتع بها الجزائري، وهذا شيء مهم لازم نفهمه ونحن على أبواب الشروع في تطبيق الثورة الزراعية. هبط العاصمة شوف سي احمد بيسوف يخدم.
خدمة. بس دوما ما وتنش. لازمك تستني شوية. استنى. تستنى هنا عمي. استنى. جوزي تريا. خلصت على الخدمة. درتي طلبية. درت طلبية. شحال عندك؟ أربع أشهر. أربع أشهر. إيه. أربع أشهر. أتفضلي جوزي تريا. دايما استنى. إيه استني. صباح الخير. صباح الخير. حبيت نشوف سي أحمد من فضلك. واش تحبي؟ عندي موعدنا. هو قال لك نعم. نعم. تفضلي جيت لي. السلام ورحمة الله. حبيت نشوف سي أحمد. سي أحمد. نعم. هلا خويا. عندي مشكلة. باللغة في المشكلة. نهار كامل أنتم في المشكلة. واش تحب؟ هذا جوج سلاح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مشكلة سي محمد. جيت نشوف سي أحمد. عندك موعد معه؟ موعد؟ لا ما عنديش موعد معه. أنت منين يا سي محمد؟ الجزائر. الجزائر كبيرة مش من ناحية. ناحية فحامين. ناحية فحامين. أتفضل جوز المكتب وسأل. هذا منين؟ أنا عمي. عم سي محمد المكتب تاع سي احمد هذا هو؟ لا ديروا مكتب العام من هنايا. المكتب تاع سي احمد ورا قدامك هذا؟ نعم ورا ترى سي محمد. جيت نشوف سي احمد. سي احمد مشغول. قول لك اسم قلبي. انا قلت لك مشغول يا سي محمد. لازم نشوفه. ايه حبيت تشوفه من هنا 15 يوم. 15 يوم؟ نعم انا جيت نشوفه ونشوفه اليوم. هذا بشويه يا سي محمد. أحمد ما قلتنيش. ما قلتكش. بقاسم قلتي. بقاسم قلتي. بقاسم قلتي. بقاسم قلتي. واش راك؟ اتفضل. واش راك؟ لا باش. هاد في حتى مهمة. مهمة. قد تعرف الحالة اللي أنا فيها ما يكونش مهم. ناديا ماذا ناديا ماذا ناديا ماذا ناديا هنا زاد ما جاتش كي تجيب بعدو هذي واش راهي البلاد صار جماعة كاش حركة كاش خدمة داروا زوج مصانع واحد ديال الكتان هذاك واحد ببالو والاخرى ديال الحطب هاهم يقولوا العام الجاي تكمل ان شاء الله ما لا تخدم خدمه ما هيش نخدم الصبر ولا بد منه الصابر ينال الصبر على بالي بصح انا جيت نحوس الخدمه لما يوجد ذاك المعمل هذاك تاع الحطب اللي قلت لي عليه لانك من قدام المجاهدين راهم يعطيوك خدمه ثم راني خايف ما يوجد داك المعمل هذاك ما يخدموا فيه غير اللي يقراوا اللي عنده صناعه ما تنساش يا سي بالقاسم هذا كلش من الاستعمار معلوم الو ماذا ناديا جيب لنا زوج قهوه صح
يا سيد القاسم شفعت تمارا يجوزنا مع بعض. صح هدموا واحنا حاربنا بصح المفيد هو كفاح اليوم باش نوجدوا المستقبل. لا لا موسى اسلام واش راك خير اسيدي غير كيما رجع اسمح لي يا سي القاسم من فضلك استناني برا بس الحمد لله حقا والآمنة كيفاش يا بركة ما ليش ما تنساش مالها المرة باجية إن شاء الله أعلمني باش نستناك في كلا دوان أقلك باش نكون معك خير أيوة سلامة تربع يا سي القاسم هذي تليفوني تحبيني واني قلت له باش يسيبوا الخدمة منه خمسة ست شهور خمسة ست شهور هذا ما كان خمسة ستة سبعة شهور استنى شوية لكل حال صحة ما يبقى على خير ريح للفطرو لا لا صحة لا ريح للفطرو نفطرو مع بعض ونزيدو نقصرو شوية كعارف اليامات اللي جوزنا متوسكو وكذا نتفكرو ايه لو اليامات هذا وقت وانا وقت يتفرج هاربي اي سامي تغبنش صحيح يا عم ولدي صحيح هاي ما تربع خمسة ستة سبعة شهور معليش ولا رد عليا الحال نخرج نخدم على ولادي مليت من السكوات والفهم التعب واش بيك يا راجل مليت واش بيك اكرهك حرمنا وحنا طلعا من كل شيء ولم تقول لي ما راح لك واش قصدي مليت من السعله وانت موت مع الفهم تاعك كي ولات هكذا نروح عند يما البيت السعيد سيد
سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى والو، يبقى غير البصل. أما في طبخنا اليوم أحجي بشو يحشش كيفية حلوة. من لينا محشش، من لينا مكرنينا، راهي جيدة وبسيطة جدا. يلزم أولا لوز مرحي متوسط مثل عقدة متاع الحلويات كلها. يلزم أيضا سكر غبرة، العيب هو الشر ولا يخدم بدراعه ومشاعر. بكري كنا نخدم الصوف ديالنا، اليوم بلادنا كونت معامل، واجب علينا نخدمه باش نغيروا حياتنا. على خاطر الاستعمار. صنع صنعتي فحام فحام. ايه فحام، بلادنا فيها بزاف الغاز. الغاز مليح، فيه نضافة، فيه الراحة. انا ماذا بيا نسعى بالغاز،
كنت جاو عندي الدراهم حتى نسعد بالجاز. سي احمد انا جيتو باش يلقى لي خدمه ويهضر لي على اللي فات على الثوره المسلحه. انا خدمتها بقلبي في سبيل الوطن كما كل الشعب. بصح معليش انا على بالي صفت وفهمت العاصمه اللي درك ما بقى لي غير الثوره الزراعيه. لا باس شفت سي احمد. سي احمد واش راه راه بخير سي احمد ولا مدوك البرجوازيين؟ برجوازيين برجوازيين كانوا منه بزاف وما يبقى في الواد غير حجارو ما تنساهاش. هاد هاي تلاقيت بسي قدور عرف هذاك راه يحوس هذاك العاصمه ما راحش يحوس خايف من الثوره الزراعيه راح يشوف حبابه وصحابه بس سلكوه. هو قال لك من لوزين وهم يخدموا بزاف نسا. لا باس لا باس من يتحل لوزين هذاك والله العظيم نزلت الرحمه رحنا بخير. الرحمه المراه لولادها لدارها والراجلها هاي الرحمه. يزيك يا بالقاسم من هذيك العقليه القديمه هذيك اليوم راهي ما عادش تنجح خلاص. هذا شي مات ما نزلناش نهضروا عليه خلاص. والنيف والسلغم النيف هو اللي يخدم بعرق جبينه ولكني العيب هو الشر والجهل هذوكم العيب. ما تنساش اليوم باللي راهي الوزين هذه راهي حلت بيبانها وراهي تخدم هذه اليوم مدرسه راهي قريب يحلوا بيبانها تانا باش تخدم راهي لاباس. وهذا مولادك ما تنساش باللي راهم غدوه يجم يكون هذا مدرس ولا طبيب ولا طبيبه. هذا الشيء تانا ما تنساش باللي راهو تاع المستقبل يا سي بالقاسم راهو شي مهم. توال ما عندك الحق هيا بقى على خير بالسلامة. هل بارح مثل يوم الزير صحاب الثورة الزراعية مين حوزت عليهم ما صدت؟ كانوا عندي واحد الأحباب اللي عاونوني والله واحد ما صدت منه. شوف السلام عليكم. السلام السلام ايه واش تحب ندير لهم انا؟ هاني معول غدوة ولا غير غدوة إن شاء الله نعاود نولي ليهم ونشوف. شفت كيفاه ولا؟ ولا زي فينيزي ها؟ إيه يا بالقاسم إيه؟
شويه احنا شويه نتعاونوا. خرجوا دراري جدهم باباهم. باباهم امشي ديك داكم. نعم صحه سلمه. اشغل جماعه الجماعه. واش ناد الجماعه هادية؟ وعلاه الجماعه هي راه حطتك تاكل؟ تعرفوا راهي الجماعه هاي اللي كون راهي الجماعه هي هاد السجره المحروقه. يا بلقاس من هذيك العقلية القديمة هذيك اليوم راهي ما عادش تنجح خلاص. النيف هو الإنسان اللي يخذ بحرق جبينه. Ha ha ha!
مروح مروح لا نيب لا شباب ما داروش وجهي هكذا تذكر وحي كيفاش تهبل؟ اقري الحك والعتاب كيفاه؟ اسمعي يا بنتي ما تاخذيش رايي كيفاش ما تاخذش رايي؟ واشرح لك اقري الحك والعتاب والنيف يا بالقاسم والنيف النيف النيف الكتان اسمعي النيف ولي بنا في القلب صح نخرج نخدم بصح ما نقلعش الحايك اقري الحايك والعتاب وزيد بصركم مرت الفحام بالقسم قالتي رايحة تخدم وزيد تقلع العتاب والحايك اللي ما سمعش يسمع اقري قلت لك اقري Thank you.